الجميله ريهام عبد الغفور، بنرحب بيكي من فوشيا. ميرسي، ربنا يخليكي. النهارده انت هتستلمي جايزه عن لو تطفئ الشمس، انت احساسك ايه النهارده؟ انا بنبسط قوي لما باخد جوائز عامه، وعن لا تطفئ الشمس جدا، لان انا بحب الدور ده قوي، واستمتعت جدا جدا في العمل ده. ده اكتر دور انت حاسه انك تميزتي فيه؟ اه، يعني ده انت حاسه ان ده الدور اللي عمل لك او كان نقطه تحول في حياه ريهام عبد الغفور؟ على حياتي انا كريهام، عرفت ان انا اقدر استخدم ليرز في التمثيل ما كنتش عارفه انها موجوده، وارجع الفضل الكبير للاستاذ محمد شاكر. طب ايه اكتر شخصيه كانت قريبه او انت يعني اديتيها في مسلسل او كانت قريبه لريهام عبد الغفور كشخصيه؟ لا يعني شخصيه فريده في الزيبق هي اقرب لي كشكل وكلبس وكشخصيه، انما انا بحب دايما الحاجات اللي بعيده عن شخصيتي مش القريبه من شخصيتي. ايه اعمالك القادمه؟ ان شاء الله داخله في مسلسل رحله 710، اخراج استاذ حسام علي وانتاج استاذه ماسلي. مين بقى اختار لك الفستان؟ وانا يعني ملاحظين ان انت بقالك فتره معجبه او شايفه ان المكشوف موضه، فانت اتكلمي عن الموضوع ده. لا هو على فكره مش بلبس مكشوف اوفر، يعني عادي، يعني بلبسه في حياتي طول عمري، بلبسه في المناسبات، بس على حسب المناسبه فين. هو ستايل حلو يعني مع قصه شعرك، وانت شايفه ان هو لايق مع قصه الشعر؟ يعني بحاول، انا مش عارفه، اتمنى. مين بقى عمل لك فرح؟ الديزاينر. وشعري شعري محمود عامر، وميك اب فرج ضحي. والاكسسوري؟ لا دي اكسسوارز عندي. انت بتحبي الهيل؟ عشان قصيره شويه.